الانفجارات المدوية والحرائق عادت من جديد إلى الداخل الإيراني في ظروف صعبة تمر على إيران في هذه الفترة وفي فترة العقوبات التي تعانيها حتى هذه اللحظة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بسبب عدم وجود حل حتى هذه اللحظة في القضية النووية بالدرجة الأساس. أين تمت هذه الانفجارات والحرائق التي طبعا تمت يوم أمس في مكانين مهمين؟ هذا أمامكم الأراضي الإيرانية طبعا، وهنا العاصمة الإيرانية طهران، وإحدى أولى الانفجارات اللي صارت هي غرب طهران هنا في مدينة كرج على بعد تقريبا أكثر من 43 كيلومتر، بالإضافة إلى ذلك إلى شمال العاصمة الإيرانية طهران هنا في هذه المدينة اللي هي اسمها مدينة تشالوس، في واحدة من أهم المحافظات الإيرانية اللي اسمها محافظة مازندران، وهذه المحافظة طبعا هي مطلة على بحر قزوين. دعونا نبدأ من محافظة مازندران والانفجار اللي صار في هذه النقطة، وبعدها ننتقل إلى مدينة كرج، وسنلاحظ بأن هذا الانفجار لم يكن سهلا أبدا. حريق هائل جدا وانفجار هائل جدا جاء بهذا الشكل في هذا المبنى اللي هو مبنى بحسب كل التقارير تابع إلى الحرس الثوري الإيراني، هو مكون من 17 طابق. كيف كبار قادة الحرس الثوري هم يأتون هنا من أجل أنه يقضون وقتا ممتعا أمام بحر قزوين، ولاحظ تماما تفحم هذا المبنى، اسمه مبنى رافيلا. بالإضافة إلى ذلك دعونا ننتقل إلى مدينة كرج التي صار بها هذا الانفجار في إحدى المصانع اللي هي لتوزيع الغاز السائل، وطبعا الانفجار لم يكن سهلا أبدا في مدينة كرج. الكثير من الضربات والانفجارات تحدث في مدينة كرج في هذه طبعا في الداخل الإيراني، وهذا هي تعود من جديد. والضغط هو ليس فقط ضغطا داخليا، لا أبدا، بل إن هنالك ضغط خارجي أيضا يجري على الفصائل الموالية لإيران. وفي إحدى أحدث الضربات التي تعرضت لديها أو لها الميليشيات هي صارت على الحدود العراقية السورية، وتحديدا في مدينة ألبو كمال. هذه هي مدينة ألبو كمال، وهنا تقريبا الحدود العراقية السورية، طبعا هذا هو الداخل السوري. الضربات صارت من قبل طائرات مسيرة مجهولة، لم يعرف أحدا إذا كانت هي إسرائيلية أو أمريكية، أصبح من الصعب معرفة هذه الأمور مع وجود الطائرات المسيرة بكل تأكيد. فالضربات اللي صارت هي استهدفت مخازنا للعتاد والأسلحة والذخيرة تابعة إلى الفصائل الموالية لإيران، وسمع دوي الانفجارات وشهدت أعمدة الدخان من هذه النقطة حتى على مستوى الباغوز، المناطق اللي حقيقة هي موجودة في جهة التحالف الدولي وفي جهة قوات سوريا الديمقراطية. هنا كما ترون هذا هو نهر الفرات بكل تأكيد، واللي انقتلوا والمشكلة المرصد السوري لحقوق الإنسان هو الذي أكد كل هذه الأنباء، وأكد أنهم قتلوا 7 في هذا الهجوم، 3 منهم جنسياتهم سورية و4 منهم غير معروفة جنسياتهم، وعلينا أن لا نستغرب أبدا إذا ما كانوا 4 البقية من هذه الميليشيات هم جنسياتهم عراقية، كون أن الميليشيات العراقية هي موجودة في ألبو كمال. وطبعا هذه الضربة صارت في ليلة الثلاثاء على الأربعاء، ومن الأربعاء صباحا بعد هذا الهجوم مباشرة جاءت شاحنات دخلت تابعة للميليشيات من الداخل العراقي إلى ألبو كمال، وجاءت شاحنات من دير الزور بهذا الاتجاه. لم يعرفوا هي تعزيزات لهذه المخازن، هي لإخفاء طبيعة الخسائر اللي صارت، بالإضافة إلى 7 القتلى من هذه الميليشيات. هذه طبعا تفاصيل قد لا تعرف كل تفاصيلها وشنو اللي يصير، كون ان مدينة ألبو كمال الان هي تقريبا محمية ايرانية، لا احد يعرف الكثير من تفاصيلها، ولكن هي مخترقة، والدليل هذه التفاصيل التي يتحدث عنها المرصد السوري لحقوق الانسان، وواحدة من البراهين على طبيعة الاختراق الكبير اللي موجودة في ألبو كمال هو هذا المدفع. اخذوا له صورة المرصد السوري لحقوق الانسان، هذا المدفع الذي ترونه هنا الظاهر والبارز بهذا الشكل، مدفع 56 ظاهر من بناية حاطين داخل هذا المبنى طبعا، واللي هو هذه البناية الصغيرة اللي تشوفوها أمامكم هي عبارة عن مبنى جزء من محطة مياه موجودة على الكورنيش اللي هو موجود طبعا غرب نهر الفرات في ألبو كمال، وهي بالقرب من الجسر الكبير اللي هو موجود في ألبو كمال اللي يربط غرب نهر الفرات وشرق نهر الفرات. دعونا نلقي نظرة على طبيعة هذا المكان وهذه محطة المياه، أين هي بالضبط في ألبو كمال؟ وإذا ما نظرنا إلى طبيعة القمر الصناعي لكي نتعرف على هذا الموضوع، هذه هي ألبو كمال، وهذا هو الجسر الكبير الذي تحدثت عنه هنا، واللي هو طبعا يربط مثل ما قلنا غرب نهر الفرات بشرق نهر الفرات. دعونا نقترب من هذه النقطة مرة ثانية حتى نشوف هذه النقطة التي نتحدث عنها الآن. هذا هو
الجسر الكبير اللي هو طبعا واضح جدا بأنه مضروب بسبب الصراعات الواضحة في سوريا بين تحالف الدولي قوات سوريا الديمقراطية والمشاكل الموجودة. ومن هنا طبعا البوكمال الآن محطة المياه أين هي اللي موجود بها المدفع 56؟ هي طبعا تأتي على مسافة 250 متر فقط من هذا الجسر إلى هذه النقطة اللي هي طبعا محطة المياه اللي شفناها بالصورة اللي التقطها المرصد السوري لحقوق الإنسان بشكل حصري. دعونا نأخذ هذه اللقطة وهذا القمر الصناعي من الجهة المقابلة حتى نقدر نقارنها ونعرف بالضبط أين هو هذا المدفع حتى نعرف طبيعة الاختراق اللي موجودة. هذه هي محطة المياه التي تحدثنا عنها غرب نهر الفرات، الآن أصبح من هذه الجهة قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، وهذا هو الجسر وطبعا هذا هو نهر الفرات. الآن إذا ما جينا إلى لقطة أوضح لطبيعة هذا المدفع الذي نتحدث عنه بلقطة من بعيد سنلاحظ فعلا بأن هذا المدفع الذي تحدثنا عنه هنا هو موجود في مبنى مجاور لهذه الأنابيب اللي هي تمثل المضخات الخاصة بمحطة المياه بكل تأكيد. وإذا ما لاحظنا السراوندينجز والمحيط الموجود لطبيعة هذا المكان سنلاحظ بسرعة كبيرة جدا بأن هذا المدفع هو موجود، هذه محطة المياه، هذه هي الأنابيب التي تحدثنا عنها للمضخات طبعا، وإذا هذا المدفع هو موجود في هذا المبنى. لذلك كل شيء مخترق وكل شيء معروف في طبيعة ما يجري في البوكمال من ضربات مجهولة أو طبعا حتى من المعلنة بكل تأكيد. الآن الطبع والضغط اللي موجود اليوم على إيران هو في الداخل كما تحدثنا وفي الخارج هو مسبب مشكلة للإيرانيين اليوم، يعني ما يضاف إلى هذه القضية بأن هذه الانفجارات وهذه الضربات هي تصير تزامنا مع تصريحات لهذا الرجل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي صرح في الكنيست مؤخرا يوم الثلاثاء، كان لديه تصريحات مثيرة قبل هذه الانفجارات وفي الضربة اللي حكينا بها في البوكمال تتحدث مباشرة في عملية تهيئتهم في الضربات اللي يريدون يسووها، والاي بي سي نيوز الأمريكية هي التي ثبتت ما قاله في الكنيست الإسرائيلي. شوف شنو اللي قاله رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي يسرع الخطط العملياتية والاستعداد للتعامل مع إيران والتهديد العسكري النووي. هسه طلعت قضية أخرى بالنسبة للإيرانيين ليس لها حساب، ليست الولايات المتحدة الأمريكية، ليست أوروبا، ليست إسرائيل، ليست الانفجارات ولا غيرها. الآن القضية المتغيرات في أفغانستان بدأت تؤثر على إيران، والأسوشيتد بريس اليوم أكدت بصريح العبارة بأن هنالك آلاف الأفغان الآن بدأوا يدخلون إلى الأراضي الإيرانية يوميا، وطبعا يوميا هربا من حركة طالبان ومن بطش حركة طالبان، وهذه طبعا بدأت تؤثر بشكل كبير وخانق على الداخل الإيراني. والأوروبيين الآن قلقين بحسب الأسوشيتد بريس عن طبيعة الأزمة الإنسانية اللي ممكن تصير لهؤلاء الأفغان هربا من المتغيرات واللي دي يصير في الداخل الأفغاني، فهذه تزيد حقيقة من المشاكل الكبيرة اللي دا تصير بالنسبة لإيران ودا تخنق إيران مع الضغوط التي لم تصل إلى حل بالنسبة للإيرانيين مع الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك أنه الاتفاقية النووية أصبحت في خطر أيضا ومرة أخرى، ليس من الولايات المتحدة الأمريكية وليس من إدارة بايدن تحديدا، وإنما هي قادمة من الكونغرس الأمريكي جيمس ريش، كانت لديه تصريحات، وهذا الرجل طبعا هو سيناتور جمهوري ويترأس الحزب الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي. الرجل قال بأن بايدن الآن كل ما يقوم به لن يصل إلى طريق، هذه أمور مؤقتة حتى لو عاد إلى الاتفاقية النووية. وقال وأكد بأنه تحدث مع إدارة بايدن وأبلغهم بحسب لقاءات هو سواها ويا قادة إسرائيليين لم يذكر اسمهم بكل تأكيد، قال لهم ما الذي ستفعلونه وما الذي ستفعله يا بايدن باليوم اللي بلغوكم الإسرائيليين بأن الطائرات متوجهة من تل أبيب إلى إيران لضرب المنشآت النووية الإيرانية؟ ما الذي ستفعلونه؟ ستدمر كل شيء وستدمر الاتفاقية النووية بالكامل إسرائيل إذا اضطرت لذلك، وهو يعتقد بأن هذا الأمر سيتم بكل تأكيد. وطبعا هذه الضغط وهذه الضغوط الكثيرة هي جعلت مؤخرا يوم أمس أن تتغير لهجة إيران قليلا. وزير الخارجية الإيراني يعني كانت لديه حقيقة تصريحات في العودة للمفاوضات النووية وبدأ يستخدم مصطلح جديد، لغة جديدة، بدأ يقول a good agreement، اتفاقية جيدة، وهذا أيضا
ورده، وطبعا قاله في تويتر، وورد أيضا في أكسيوس من طبيعة الاتصالات اللي سواها وزير الخارجية الإيراني مع عدد من الدول الأوروبية، ورد مع وزير الخارجية الفرنسي، وهنا كما تلاحظون highlighted a good deal، بدأوا يتحدثون عن اتفاق جيد، أي بما معنى يريدون أن يقطعون الطريق على الجمهوريين وعلى المتغيرات القادمة إذا ما تغيرت الأمور في الداخل الأمريكي، كما اعتدنا دائما من ديمقراطيين إلى جمهوريين إلى جمهوريين إلى ديمقراطيين، تتغير الأمور في الكونغرس وفي الإدارات الأمريكية دائما، وبالتالي واضح جدا دي يفتحون دي يصيرون فلكسبل ومرنين أكثر مع طبيعة المتغيرات اللي دا تصير، وهذه طبعا تفيد إدارة بايدن. إذا ما تحدثنا عن بايدن، هو يعاني كثيرا من طبيعة مصادقة الشعب الأمريكي، الآن عدم المصادقة عليه وصلت إلى 51.3%، ومصادقة الشعب الأمريكي هبطت إلى 42.7%، لذلك أن يتخلص من هذا الموضوع تصير المتغيرات مثل ما الإيرانيين بدأوا واضح يتعاونون معه ويتعاطون معه، بالإضافة أنه يخلص هذه القضية يتوجه إلى روسيا والصين ويحل المشاكل الداخلية، سيكون لها الأثر الكبير والدور الكبير في عودة إيران إلى الواجهة من جديد وإنقاذ نفسها، وعودة بايدن أيضا إلى الأمور الأساسية التي يهدف لتحقيقها بكل تأكيد.